بس تدي بس 10 اسئله او تدي هاي بنك الاسئله هو عباره عن انواع كذا كذا بختار منه 10 اسئله عشان السؤال المجموعه هاي بدي اياهم يشتغلوا على هذه الاسئله. سمير عيد عليهم كلهم من اول عشان بسجل هسه عندنا التسجيل سوف نتحدث اليوم عن الاختبار الالكتروني الكويز كريم. طبعا نبدا في الكويز بروباليتيز يظهر عندنا هذه الشاشه في نبدا بالكويز انفورميشن والكويز سيتنج والكويز question setting هذه الكويز انفورميشن بيظهر عندنا هذه الشاشه الكويز سيتنج بيظهر عندنا هذه الشاشه الكويشن سيتنج اعدادات خاصه في داخل السؤال وفي عندنا الكويز ريزولت النتيجه ماذا نريد ان تظهر في النهايه والاكسس كنترول هذه طبعا مرتبطه بالال ام اس او يعني الباسورد اللي نضعه للاختبار. الان نبدا بالكويشن انفورميشن. الكويشن انفورميشن كويشن تايتل هنا نكتب اسم الاختبار. الايديت انفورميشن اكتب المعلومات التي هي للمدرس او المؤلف الاختبار حتى يعني لا يسرق هذا الاختبار منه او يصدر لشخص اخر. استطيع طبعا هنا عفوا ان اضيف صوره لمؤلف الاختبار. ليش انا دكتور مفيدة بدك تدور على اسمي فوق وين؟ تكتب هون اذا بدك تكتب تكتب فوق هون مفيد طلع لك هسه كل شيء ما في؟ انت وين بتدور؟ انت بتدور بالفيديوز بتدور على البوليوم دي شايف؟ بتكتب هون مفيد بقول سيرش بتطلع لك كل شيء هاي هاي صورتنا احنا وياك يلا انا وياك عشان يعرفوا انه احنا هذا الاختبار يعني جماعي مع بعض جماعي لجنه عملت لجنه هذا كم؟ كم؟ ما فيش في اخطاء بس اللجنه ما طلعتش لا مره ثانيه اكيد تاخذ تاخذ عليها بس انزل تحت هاي الصورة المعتمدة الا لما يجي هذا بيفهم الاختبار ايضا هنا استطيع ان اضع صورة للاختبار غير صورة المدرس والانترودكشن اذا اردت ان ابدا بمقدمة ترحيبية اضع صورة للاختبار واستطيع ان احذف هذه الصورة من خلال كلمة ريموف وهنا استطيع ان اكتب مقدمة هل موجود بالمختبر جنب الساعة؟ جنب الساعة الكيبورد. مش الكيبورد. ايش بدها؟ مؤشر. اي ما تولز تولز. انت مش شغال على السوفت وير. شوف هون ترتاح من شغلة انك تطبع. طيب فهذه المقدمة أن أضيف هنا شغلة بس أحكيها شوف شوف هون مثلا اللي إحنا عندنا بالفيزا والرياضيات والشغلات هاي في عندنا صعوبة صراحة بكتابة المعادلات بالعربي ما في يكتب عربي أصلا صح يكتب عربي 100% فشو بنسوي؟ بنضطر نرسم المعادلات رسم أول كنا نيجي نعمل مربعات نص ونحزم ونجمع ليزبط هسا شو بنقدر نسوي؟ تعال على لوحة إلكتروني اكتب اللي بدك إياه قانون شو كابتشر؟ أيوه واعمل له كابتشر بطلع صورة برضه انا بعملها بالوورد وبعدين برد احول اللغه كامله عشان تطلع مثلا الارقام باللغه العربيه بس انت اسهل من هيك اعملها هون وخذها صوره اريح لك ممكن ان اضيف الى المقدمه صوت فقط اضع هذه الكبسه وابدا بالتسجيل بسم الله الرحمن الرحيم عزيز الطالب هذا الاختبار في الدرس الاول الاشكال الثنائيه الابعاد طبعا الصح نقول ثنائيه الابعاد يهدف الاختبار للتأكد من تحصيل كلمة فهيم الواردة في الدرس نتمنى أن تقضي وقتا ممتعا معنا بسم الله الرحمن الرحيم عزيز الطالب هذا الاختبار في الدرس الأول الأشكال الثنائية الأبعاد طبعا الصح نقول ثنائية الأبعاد يهدف الاختبار للتأكد من تحصيل كلمة فهيم الواردة في الدرس طيب ثم نقول أوكي الآن نحن انتهينا من الكويز انفورميشن الآن الكويز سيتنج إعدادات الاختبار
passing grade يعني النتيجة كم الطالب لابد أن يحصل حتى ينجح. يعني مثلا الآن إحنا اختبارات الدعوة العربية مفتوحة، اختبار مهارات الاتصال، اختبار اللغة العربية بكل 70%. طبعا شو الهدف؟ أكثر زين طبعا عشان الأولاد يوصلوا للمهد عادل بس بعد أن صوت شوي الامتحان كله غلط الامتحان فهنا بتحدد انت نسبة النجاح اللي هي 50 أو 60 أو 70 الى اخره. الان التايم ليميت اذا ضغطت صح انيبل تايم ليميت اذهب للاوبشن هنا بحدد انه كم مدة زمن الاختبار ولا بد ان يكون التناسب بين زمن الاختبار وعدد الاسئلة. يعني بعض المدرسين خارج عن اطار الاختبار الالكتروني تجد انه الاختبار 45 دقيقة وثلاث صفحة ودائما الطلاب بيشكوا واخر شيء بتواصلوا عنه دون اذكار ونزيد لهم علامه هذا خطا اصلا خطا في هذا الاختبار فهو بحدد التايم. الان هذا التايم للاختبار كامل اذا بدي لكل سؤال وقت بضغط على الست تايم لكل سؤال وبحدد طبعا انه هذا مثلا انه كم وقته الى اخره. بعد الوصل كان بي انسرد اونلي وانس اند يو نيد تو سيلكت سبميت اضغط تايم اضغط تايم ايوه هون بتحدد له الوقت. هذا شايفين كيف؟ هو انا مثلا دقيقتين هون هذا ثاني بس عشان نخرب الاختبار هون خليه على التايم. الان هون اوكي الان الراندومايزيشن انه انا بدي اعمل الاختبار بشكل عشوائي. في عنا انيبل راندومايزيشن هذا الاختبار بشكل عام. هل تريد الاختبار للاسئله؟ يعني انا عندي الان كم السؤال لو عدينا هذول الأسئلة إحنا 10 أسئلة بدي منهم 8 يطلع randomization ولا بدي إياهم كلهم؟ ولا تضغط هون دكتور مفيد بدي إياهم 10؟ بدي 10 أسئلة العشر أسئلة بدي إياهم يطلعوا كاملة لأن هذول عددهم 10 ما بعطيني 11 هنا ليه؟ فش لأنه فش 10 ماشي؟ الآن أنت بدك randomization للأسئلة ولا للتايب؟ إيش يعني التايب؟ يعني النوع. إذا بدي أنا فقط نوع واحد يكون randomization بحدده باجي بضغط هون بقول له أنا هذا السؤال هذا multiple choice اعمل لي randomization اختار لي اياهم ثلاثة منه مثلا randomization هذا صفر بديش اياك اعمل randomization عرفت كيف بعمل؟ هذا اعمل اياه randomization هذا الثلاثة اعمل اثنين منه randomization في سؤال من البدائل لازم يجي اجباري فبضغط انا عليه وقول له اعمل اياه ايش randomization ماشي؟ الان answer submit خلينا على randomization على العدد submit one question at a time بدك اياه كل سؤال يعمله submit كل سؤال إجابه اللي يبعث لك إنه خلاص يعني إنه يعطيك نتيجته صح غلط تعطي نتيجة لا طبعا شو submit all at once خليها submit all at once هاي بالتجربة كويسة للتجربة كويسة إذا بدك امتحان إله علامة محسوبة لا بحط الثانية الآن لاحظوا شو correct answer after submit بدك تشوف يشوف الإجابات الصحيحة في النهاية بنقول له نعم طبعا شفت أنت هاي شفت Allow user to review question and answers بعد ما يجيب السؤال شفت كيف صار يعمل انه بقول لك هاي الإجابة الصحيحة وانت إجابتك كانت صحيحة هاي إجابة الصح وإجابتك كانت خطأ بيعمل لك ايش review One user is only allowed to take the question the quiz once يعني واحد فقط بده يستخدم هذا الاختبار مش اثنين لا عفوا مش هيك هاي معناته انه المستخدم الواحد مسموح له ياخذ امتحان كم مرة واحد ممنوع يكرر يعني مثلا طب الكمبيوتر شو بعرفه انه هذا المستخدم ولا مش هو المستخدم على الرقم ماشي اذا كان الكلام هذا اوكي بنحكي له اوكي بس اذا عملت ستاند الون اول واحد بيعمل امتحان بعدين بسكر المقطع خلاص ببطل يعيد كم الساعه هي 12 كملين ما قضلتش شيء ناخذهم بسرعه وبعدين بريك صراحة ماشي طيب الكويستشن سيتنج الان احنا صرنا جوا السؤال احنا اول شيء الكويز سيتنج كنا وين السؤال في الامتحان الامتحان كله كنا بالاختبار احنا الان الكويستشن سيتنج وين
جوا السؤال لا بحكي لك البوزيتيف بوينتس، يعني اذا كان العلامه اذا كان اجابته صحيحه ليش اعطيه على الاجابه الصحيحه علامه، علامه واحده. اذا كان عندك 10 اسئله تعطيه 10 مثلا وتعطيه علامه، علامه علامه بدك تعطيه. النيجاتيف بوينت هذا مش موجود عندهم مستمر، هذا كله مش موجود، هذا موجود موجود بس البوينتس موجوده. احكي لك شغله بس هاي بالفيرجن الجديده محطوطه هاي اذا بدك تحاسبه على الخطا النيجاتيف بوينت افرض جاوب خطا يعني بدك تحاسبه على العشوائيه بالاجابه مقسومه علامات. لو النظام الامريكي اللي بيقول بصح بقول غلط هاي محطوطه عشان هيك صح في النظام الساب، نظام الساب كل اربع غلطات بروح لي واحده صح. كيف صار أول امتحان؟ أنت أول شيء عندك 50 سؤال مش لازم تجاوب 50، جاوب 35. إذا جاوب 35 توقف على المكان كويس. إذا جاوب 4 بروح الواحد صح، بالغير واحد صح بيصبوا لك علامة واحد صح، يعني بيعاقبك هون على إيش؟ على العشوائية في الإجابة. يعني إذا السؤال مش متأكد منه لا تجاوب، أحسن من إنك تجاوب غلط. هاي معمول النيجاتيف بوينت والبوزيتيف بوينت على هذا الاساس. انا متاكد صح اعطيه علامه، خطا اخصم له. طيب انا لسه ولا زي اللي ما في تحدد شيء، ما في مشكله. انا شوف الشفل انسر هاي اللي حكينا لكم عنها، انه انت الشفل معناها انه اعمل تبديل. هون بدي اتاكد عليك انه بدك تعمل تبديل للاسئله، وهون الشفل كويستشن بدك تعمل راندمايزيشن للاسئله. اطلع بس على هذه النقطة، هاي نقطة مهمة جدا. تفضل. يا نجاح، خليكم معي. في شيء بكل سؤال بتسوي ديفيكالتي، هاي مهمة، مهمة ليه؟ مين بيعرف ليه؟ الديفيكالتي، صعوبة الأسئلة. إذا ضغطت على الدروب داون منيو هون، يعني مش مشكلة. بحكي لك، طبعا هذا في كل سؤال بيظهر عندك، بدك تعمل أسئلة. شوفوا بس شوفوا هاي النقطة كيف. بحكي لك هذا السؤال فيري إيزي ولا بدك إياه يعني سهل جدا. ولا ايزي ولا مودريت ولا ديفيكالت ولا فري ديفيكالت. انا افرض حطيت له يا مودريت وسط يعني وسط ماشي. الان انا اجيت على السؤال الثاني وعملته ايزي، السؤال هذا عملته ديفيكالت، السؤال هذا عملته فري ديفيكالت. ايش بيعمل هو لما تعمله انت شفل كويستشن او تعمل راندومايزيشن؟ بيجي بيختار واحد سهل وواحد صعب وواحد فري ديفيكالت. شو عارف انت بتحدد لك السؤال هاي. انا بقول لك هون انت اللي بتقول، انت بتحدد لك هذا السؤال. انا هون اجيت على اختبار قلت له ايزي ماشي. هسه بس ادخل على اسئله، اذا دخلنا على اي سؤال هون اطلع من هاي معلش بس افرجك اياها مره ثانيه. انا الان جيت على هذا السؤال ماشي. على هذا السؤال هون لازم يعطيني انه اللي هو بدك انت البروبرتي تاعته. البروبرتيز. هل البروبرتيز شايفين هون؟ بسالك السؤال هذا ديفيكالتي ايش حاطه انا مدريت، هذا عمل لي اياه ايزي وعمل لي قديش نتيجته وكم مره يحاول. هاي برضه الاتمت، هاي برضه مهمه جدا انه كم مره معه يحاول. زي ما حكى الدكتور مفيد اذا الاختبار نهائي ما في محاولات، اما اذا انا ناشر اختبار على الموقع عشان طلاب يتدربوا بقول له حاول 3 مرات 4 مرات. فطلعوا لما اعطي كل سؤال انا بالبروبرتيز تاعته انه فيري ايزي ولا فيري ديفيكالت ولا ديفيكالت، هو لما اعمل راندومايزيشن ايش بيعمل؟ بصير يختار من واحد من السهل، واحد من الصعب، واحد من الوسط. يعني دكتور انا اسويها عشوائيه هاي صح؟ انت اذا بدك تعمل هذا السؤال نفسه طلع اذا صعب ولا سهل. هذا منطقي، هذا بيعتمد على الماده العلميه. هاي لما بنودي الامتحانات بنحكمها بنعمل فقره بنقول ايش رايك في هاي الفقره، هاي فقره سهله ولا صعبه؟ مين بحكم لك اياها؟ في عندك نوعين هو تعرف الصعوبه والسهوله. النوع الاول اللي هو المنطقي، انك انت بتوديها لواحد خبير في الماده التعليميه شو رايك في هذا السؤال، او انت بتقدر انه هذا السؤال نوع صعب. النوع الثاني اللي هو بعد ما يجرى الاختبار بتعمل اللي هي معامل السهولة والصعوبة. في معامل اللي هو عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة على عدد الكل للطلبة، فمنها بتعرف إذا كان طبعا إذا كان 90% سهل، إذا طلع مثلا 20% صعب، هذا فيما بعد بتسويه. واضح؟ هلا عندك الفونت هنا، هون الفونت بروبرتيز، هون الكويستشن فونت وهون الأنسر فونت. يعني الكويستشن فونت السؤال فونت عادة بيكون السؤال كبير وواضح، والانسر فونت بيكون بلون ثاني او بحجم اخر، فانت هون حكمت بتحكم فيه. اي بس ضغط عليه طلع ايش بيعطيك اللون كله معروف. هون ابلاي تو اول، عفوا بس لازم تقول ابلاي تو اول، يعني طبقوا على جميع الاسئله.
اذا انت ما تهتمش ايش كنت تكتب الخط ونوع الخط بالبدايه تفرقش معنا مو مدخله بس خلص تيجي من هون تعمل ون شوت. طب هلا هون بسالك على الفيدباك، الفيدباك التغذيه الراجعه. بقول لك طب اذا اجابته كانت صحيحه ايش احكي له؟ ممتاز. ممتاز. اذا كانت الاجابه خاطئه طبعا احنا الان من ناحيه تربويه يفضل انك ما تقول له ايش؟ اخطأت وكذا ولا اعد المحاوله. قول له مثلا اعد المحاوله. طب اكتبه نستمر لك حافظ الامر ماشي نضيع وقت. ممكن الاجابه تكون صوتيه وهي مهمه جدا اللي عندهم اللي عندهم طلاب عندهم صعوبات تعلم عندهم كذا بدهم كذا تعجز لفظيه يعني فانا ايش باجي هون بقول له ايش؟ بضغط هنا مباشره اجابتك صحيحه اجابتك صحيحه ماشي؟ بحكي له ابلاي تو اول هون هاي لا مش إلها هاي لا ابلاي تو اول اذا كانت اجابه خاطئه مش عندكم هاي موجودة هاي بالفيرجن الأصلي الفيرجن الأصلي موجودة يعني ايش هي؟ هاي الإمكانيات مش كل الفيرجنز موجودة فيها بس فيها هايبر لينك احنا بنقدر نعمل هاي اللي تربطها مع موقع مع صوت لا هو شوف الهدف صراحة من الهايبر لينك انه إذا الطالب أجاب إجابة خاطئة وأنت بدك توديه على مكان صحيح إجابته عشان يعرف معلومات بتقول له روح على الموقع الفلاني عشان تعرف شو الجواب الصح ماشي هاي بالنسبة ل ممكن هاي بالنسبة لهذه الصفحة الآن إذا جينا بعد question setting نيجي على question result النتيجة النهائية هون الفيدباك according to the result despite the result يعني إذا بدك تعطي فيدباك تغذية نهائية بعد ما خلص الامتحان كله يعني بعد ما تعطي نتيجة نهائية شو بتقول له؟ بتقول له بدك تعطيه الاجابه بناء على نتيجته ولا تعطيه تغذيه راجعه بغض النظر عن النتيجه يعني طبعا بناء على النتيجه بناء على النتيجه احنا بنسوي فهون انت بتحكي له ايش تهاني لك بدك تستسلم الاختبار وللاسف لم تفلح في هذا الاختبار هاي بتكون من الاجابه لان كويستشن ستاتستكس هاي بالنسبه لي ستاتستكس ريزلتس بيج يعني اعطيني النتائج يلا سلام ولع لي صفنا كم العلامه النهائيه كم هو بدك تشوفوها تطلع معاكم السطر هذا شفتيها يا رنا طلعت عندك النتيجه عدد الاسئله قديش انت مجاوب قديش كذا بتحط عليها صح الفينش بوتوم بدك الكبسات النهائيه تكون ايش اخر كبسه او كذا الاخرين شو ذا فينش بوتوم اون ذا ريزلت بيج بتحط له اياها الان اف ذا يوزر باسز ذا كويز جو تو ذيس ويب بيج هاي بحكي عنها دكتور مفيد لان نفرض في هذا نفرض انه الطالب نجح الامتحان اذا هو مؤهل انه الان ياخذ ماده معينه على الموقع الفلاني فانا ابعث عليها تلقائيا اذا نجح بروح وين بروح على هذا الموقع كاني بعمل له اختبار قبلي ماشي اف ذا يوزر فيل ذا كويز جو تو ذيس ويب بيج اذا انت بدك مراجعه وبدك تعيد دراسه الماده فروح على الموقع الفلاني فهو بيميز بين الطلاب لكن بدون احد يساعد لا بنقول على الواقع يا حمار ولا بتقول مش ولا انت خلاص جاوب نجح بروح بلاقي قدامه شيء كان معين الاخر دكتور هاي الان بس شيء تهجيل دكتور الان دهنينا لك تشتست هذا الاختبار هذا نهايه الاختبار لكن اخذنا قبلها احنا بعد كل سؤال اللي قبلها كل سؤال اذا انا ما كنت مختار انه الاجابه كل سؤال ونتيجه ما راح تبين الان اخر شيء هاي طبعا هون لعبه الدكتور مفيد الاكسس كنترول نو برودكشن طبعا هلا زميلكم الاستاذ الشوامر ايش عمل حط انه ياخذ الاجابه ترسل الاجابه على الايميل فوصلت عندك صح فهو بعث اجابات على الايميل هلا هون طيب عبا ينهي تيجي نتيجته للدكتور او للاستاذ على الايميل مش هذا اللي هون لا هون شوف واحده نو برودكشن بدون باسورد هون اذا بدك باسورد اذا بدك باسورد للاختبار بدنا نحط على الاختبار باسورد اكسس اونلي وذ باسورد اكتب 1 2 3 1 2 3 يعني لكل طالب رقم ولا طالب للاختبار للاختبار هاي تعطي للطلاب هلا اكسس اي دي لحدا باجي في الامتحان بصير ادخلهم اياها ما اقول لهم اياها احنا لو بتشوفوا كيف بنعمل بالجامعه بقول لهم الطلاب على الاختبار ونعطيهم الباسورد تاع الماده اول شيء بعدين تاع الاختبار هم دخل رقم الجامعه احنا بندخله الباسورد فبس يطلع وكل ساعة تتغير بعد ساعة بتجيب باسورد جديد كل ساعة بنضل يعني بنبذل جهد يعني هو الاختبار الالكتروني مش بسيط يعني
يعني احنا ما كنا نروح نراقب نتراقب على الامتحان بعد ساعه متروح تقعد اربع ساعات بالمختبر وانت بتلف على الطلاب. طبعا في موجود مجموعه بس لانه كل اعداد كبيره فبتضطر كم مدرس لازم تكون موجود معهم وده تعطي الباسورد وهذا اعمل سبميت وهذا اعمل مش عارف ايش كذا الى اخره. كنت بحكي لكم عنها للدكتور مفيد اللي هي بالببلش استاذ بالنسبه لموضوع عمليه ارسال المعلومات على الانترنت. مش من هون. قطع كوز انفورميشن حط هون هاي حط هاي هون هون هاي بتحط مثلا ريكوير لازم الايميل بتحطه اوكي تكون جاهز هيك بالنسبه لموضوع اللي هو تحط الايميل انه يرسل ايميل تاعه يرسل على الايميل بنعيد لكم اياها موجب كم؟ من هنا انا جهزتها بس بتحط الايميل تبعك مسبقا بدك تدخل ايميل انت في البدايه بالايديت انفورميشن من هون بالاوثر ايديت انفورميشن ايوه بتكون حاطط الايميل حاطط الايميل اللي هو حاطط الويب سايت فبتجيك النتيجه على بتجي النتيجه على الايميل على الايميل نتيجة الامتحان طالع خلص امتحانه في البيت شوف النتائج عندك تيجي ابو هو طالب بشوفها في الدوام طب شوف الزمن هاي العلامه علامه الزمن اساسا جيك هاي النقطه اللي ضبط الامور لابد يكون ضمن نظام اداره التعلم. تذكر يوم طلبنا منك ولا اخذنا ايميلات من الطلاب وبدنا ارقام لهم او عن ايميلاتهم واسماء احنا نعطيك باي ديفولت تعرفوا اسماء الطلاب 150 طالب حنعطيهم احنا واحد انا مشان الغرض انه ساعتي بدك الوقت انه ما فيش داعي لان انا بدي ادفع لا لا احنا بنلزمونا انك تشتغل نظام اداره التعلم اذا بدك اياهم متكامل بدك تلزمنا هذا مثلا الطلاب الجامعه كل واحد له رقم جامعي هو المتعامل معه تقديم مسبقا دخل علاماته دخل اسمائهم سلف انا تبيت لا لا بصير هو لحاله بيفهم بيعرف انه هذا الاسلام انت فكرت ان المفصله لباس وورد ولا مش من ولا اذا بدك تنشر على الدومين هون اذا بدك يكون يدفع بموقع معين صح؟ بالضبط بدك اياه هذا الاختبار ينتشر على موقع متوفر معك تضغط هون هسا نقطة رح نحكيها بعد اول شيء في حدا عنده اي سؤال على السؤال انا تفضل هلا ايش معناتها شغل questions شغل answers يعني خربط الأسئلة شفت يا خربط عندها يعني شغل questions شغل answers بيكون في موقع معين بس موجودين ربي صح موجودين في مكان معين في البلد مش عندي مثلا من السؤال عبارة عن فيلو مثلا ألف باجي خربط الأسئلة كلها هلا بشوف شو هذا ببدل الأسئلة فعشر أسئلة طول شو بيسوي لي بيصير يخربط ببدل دكتور هذا ليش بيسوي من خربط الاسئله والله ما خربط بان اليوم في يوم 5 خربط كمان احنا معطيك على الرانديمايزيشن يعني استاذ السنه تفضل كويس ولا كان مسؤول عنه مسؤول عنه 75 دينار اخر سنه تعرفهم من نشا ما بدي لا كل يوم 150 145 راح دقيق اختبار دقيق شو بس مش طيب دكتور الأول الطالب مثلا بعد ما خلصت هاي تحصلت باسبورت الآن أنا حطيتها موقع حطيتها الطالب يدخل أعطيت باسبورت يدخلنا اليوم ولا بكره هاي حسن بكره حطينا الباسبورت أنا أخذت الدورة هاي مع الدكتور سمير الدكتور وفي مع الشبكة العربية وكنا في برنامج الماجستير مطلوب من الحرس الوحدة الدراسية على برنامج حرس الأمانة نسيت شو اسمه المهم اهم شيء كان في الانيميشن والحركه ومش عارف شو طلع شو بدي اعمل كيف اعمل انيميشن وكيف اجيب ولا عندي خبره على الفلاش ولا شيء اخذت الدوره مع مطعم الكوز كريتر جاي دوره للمدرسه حوصلت لربع واحد حوصل بعد معنا طلاب مجلس معنا ناس شغالين في حوصله المناهج معنا ناس شغالين في المناهج نفسها معنا مشرفين تربويين يعني معنا كل الجامعات الجامعات نعم كل الطلاب ماجستير يعني على مستوى يعني في وظائف خلينا نسميها حساسه بالتعليم والله يعني ولا واحد فيهم يعني قدر يوصل الى 10 انا عملته وعرضته كلهم اجوا واضطريت انزله للجميع البرنامج في الجامعه الجامعه الاولى كريتور طيب هاي معناته في يعني مش تريد لا كان يا جماعه قبل 3 سنوات كان هذا كراكت واذا نزل هذا مش غالي نزل صار لهم سنه ونص صلهم سنة ونص 99 دولار لما نزلتوا له يعني بطلوا صلهم كل النسخ ولازم تشتري لايسن سنجل لايسن
بس اعطيتونا اياه انتوا الدكتور كراك اعطيتك اياه كراك كان شغال بس طلع فيرجن احدث هسه طلع الفيرجن الاحدث كويس وصاروا يعملوا شغله ثانيه مجرد ما انت تكون مشابك اون لاين هم بس يشوفوا النسخه بيضربوا لك اياها طيب اذا الفيرجن مش مسجل لازم تسجل طيب اذا الفيرجن الجديد دكتور بيقدم الامكانات هاي لا ما بيقدم الامكانات هاي هو شوف كم مدرسة زي مدرسة الصفر ما بتشتري تعرف يا أحمد مدرسة هي مؤسسة ما بتعرف تشتري 100 دولار أنا هذا صح أنا إحنا عم نشتري المدرسة يعني إحنا بس قلت يعني وعدنا إنك تشتغل في واعتبروا أنا زي المدرسة خلاص الآن يا أخوان آخر نقطة من إحنا بعد البريك اللي هي ببليش الببليش حكى عنها دكتور حكيت على الام اس لا لا الام اس لا الام اس ما حكاش خليها طيب يس طبعا لازم اعمل لي مره ثانيه حسب المستر كارد في سمير شغلة أخيرة بس شغلة جمالية هاي مش أساسية شغلة مش أساسية شغلة للتجميل بس اللي هي إنك تأخذ بسموه البلاير دبلت طلع عليها والله شوف كيف لما طلع الامتحان كيف شكل الشاشة واللون بدك تغيرها شيء عندك زي بدائل كيف يطلع شكل الامتحان بدك اياها تغير الالوان رول بيبر الساوند اختار هاي مثلا شو طلع كيف تطلع اختار هاي بدك كيف شكل الامتحان يطلع بدك هيك بدك هيك لا لا بيطلع اشياء ثانيه يمكن يطلع اشياء ثانيه حسب الفيرجن اللي عندك تقدر تغير شكل الباك جراوند لونها اللي بدك اياه شفت الاخراج كيف بيطلع الاخراج انا اعتبر شغله جماليه بشكل يعني خليها ديفولت تحط اللي بدك اياه في عندك هون يعني كل شيء بتقدر تغيره منه في عندنا باللاي اوت هون زيد على اللاي اوت هذا الكلاسيك موفيز لا هم عاملين ديفولت هذا اكسامبل تمبلت وانت تختار شو التمبلت اللي بيعجبك هو شو بحط بدال الكلاسيك الاختبار الاول زي ما انت كنت كاتب اللي انت كنت كاتبه بالضبط في هون مثلا تطلع عليها الايمج وين تيجي رايت ولا ليفت تختار يعني الوان تختار كم كولوم مش عارف ايش الاوديو الكوشن فلاج هذول الاخراج بدك تطلع تظهر ولا ما تظهر بالنهايه كل شيء تختاروا فيه منهم ايوه تمبلت ولاي اوت هذا سويس هذا متخصص هذا شكل بعيدها مره ثانيه طلع انا هلا خلصت الشيء الاساسي اللي بدي اياه حطيت الاسئله رحت على البوزيشن مبادئ صرت اعدل على الامتحان شكل الامتحان الاصعاب هاي الان منظر الشاشات بقدر اعدله من هون من بلاير تمبلت احنا هيك بطلع لنا صح؟ لما طلع طلع ايه؟ مش امتحان ينفع زي المنظر هذا مش الامتحان قصدي شكل الشاشه اللي صدرت الامتحان وصدرنا كيف طلع شكل الشاشه؟ بدك تغيريها طيب؟ فيك تغيريها من هون هي تختاري اشكال ثانيه تقدر تغيري الالوان من هون كل شيء بتغيريه الصورة وين تيجي الكذا وين يجي هذا كله انت بتسوي احنا الان عمالنا بنعد اختبار لغة عربية للناطقين بغيرها شو طلع صرنا مجمعين 400 سؤال بدنا نعملهم على الاختبار ها اللاي اوت كمان نفس الشيء مثلا كان هون ظاهر طابعة صح وظاهر الزمن وظاهر مش عارف ايش هذول بدك تغيرهم ما بدك يظهروا بدك شيء ما يظهر اي كل ما تحط عليه صح معناته كله ظاهر اللي ما بدك اياه يظهر شيء اللي صح عنه يعني هسه لو قمت كلمة اوديو طلعوا راحت السماعة رجع اوديو رجعت السماعة هاي كل امكانيات يعني كل شيء بدك اياه بتسوي يعني شرحنا لكم شرح مفصل هسه هون السؤال
بالنسبه للاسئله حكينا انه 100 يعمل لي راندوملي على 8 مثل ما كنت بتقدر تختار يعني بختار من هون 8 اسئله من هون الراندومايزيشن هاي هجم الراندومايزيشن كيف هو الراندومايزيشن سلكشن يعني انت عندك 100 سؤال اختار منهم موجود راندوم على 8 بعنا راندوم على يعني بختار 8 من ال 100 ويز كويشن اي راندوم سلكت كم سؤال لك كم عليه هذا هو راندوم اختار 8 بدك 100 بدك اياهم كلهم يا سعمل اسئلة تبع التايب التايب النوع يعني بدك الملتيبل تشويس تعمل عليه يعمل راندوميزيشن حكينا عنها احنا نفرض انه في سؤال بدي كل القاعة تجاوبه موجود بالفيل ان بلانك هذا باجي بختار راندوم سيلكت باي تايب على اساس هذا السؤال يخضع له الجميع ماشي مش انت بتكتب راح اجب عن 5 اسئلة من الاسئلة الاتية على ان يكون السؤال الاول منهم هذا معناها انه راندوم سيلكت باي تايب انه انا بدي المالتيبل تشويس تختار يكون راندومايزيشن معمول الماتشنج يكون راندومايزيشن بس بدي السيكونسي هذا اللي اعيد ترتيب بدي الكل يجاوب عليه بحط عنده صفر هنا بضغط عليه وبحط صفر انه ما مش راندومايزيشن بس اضغط على السيلكت وانا بعطيني انه عدد حسب عدد الاسئله ممكن كمان انه هون 3 اسئله اقول له بدي 2 منهم راندومايزيشن مش 3 2 يعني بنخبط ضرب هو مش بس بلخبطهم هو بيختار يعني مش هكذا يعني انا ممكن احط 100 سؤال لكن انا ما بدي الامتحان يطلع 100 سؤال دي 10 اسئله بس حلو فهو بيختار 10% هلا لو تخيلنا حالنا بسيستم وفي 40 طالب بدهم يمتحنوا ال10 تاعات الاولاني مش لازم يكونوا ال10 نفس تاعات الثاني طيب لو احنا 100 حسب عندنا 10 بدك تختار من 10 وكل واحد بيختار ايش بدك تساوي وهو بس اختار انه انت تعمل راندومايزين تعملها اول واحده سيلكت راندوم انت بدك 10 اسئله يعملهم تختار انه 10 اسئله هلا اللي اختارهم من 100 البانك تاعك قديش 10 100 هو بيختار 10 على هون انا 10 بقول له اختارهم كلهم فبتقدر على العشرة بصير لخبط فيهم بس رجعنا زي هذي العادي لكن لو جيت مثلا هم 10 اسئلة انا اللي مدخلهم 10 اسئلة حلو انا بدي اعمل الامتحان 5 اسئلة يبقى خلينا نطبقها عملي فعلا خلينا نعمل 5 اسئله كويس عملت 5 اسئله شو بيسوي هو بيختار 5 اسئله من 10 خلينا نعملها شو رايك بيظهر له طالب كم سؤال 5 اسئله طيب انا بدي اختار انه شو انه ايش يجي يعني بدي اشيلها كلها مرتبه هاي بتيجي على التايب تختار التايب تيجي على التايب اللي تحت تختار فوق 5 بعدين انزل تحت كمان لا واحده منها واحده منها هذا بتكون انت فنيتك في بناء الاختبار لذلك احنا صحيح بدك المضبوط الامتحانات المضبوطه لازم يكون موحد الامتحان يعني كيف يعني ياكلوا مالتي تشويس ولا المي الصغيره ياكلوا في الدبلانك زت يا نوعين بس مش شغله والله استعراض انا قاعد بستعرض عليه يعني طبعا هيك العدل يعني فنية الأسئلة المفروض تكون يعني في تناسب يا نوعين يا إما يعني نوع أما تقعد تشتت مش كويس أنا جربتها مع الطلاب يعني لما بتعطيه مثلا السؤال الأول أكمل الفراغ السؤال الثاني اختار السؤال الثالث مثلا ماتش السؤال الرابع أعمل سيكونس رتب بتلخبط الطلاب لا بس هذا مش مناسب حتى في بتلخبط الطلاب في الأسئلة المفروض انه نوع الاسئله زي بعض يكون كيلو كيلو لما تسكري هاي لا بحفظ لما تعملي اوكي عملتي اوكي لا اذا سكرتيها بروح عملتي اوكي بروح انا فكرت لا سكريها لازم تعملي اوكي لما عملت هيك كانك بتقولي له الجاهل اللي سويها لما تعملي اوكي افتحي بلا مره ثانيه اختبار افتحي يوزكو موجود قبلت التغييرات طب ارجع بقى على السريع مره ثانيه الكويز نفسه هون عارف وين راح هون موجود هون دقيق شو في شغله انا بدي يا صبيها بس انا صراحه لازيد يس خليني اشوف من هنا شوف نو خلي على مش مشكله بس انا بس بدي اسوي هالشغله بس وين؟ هلا كده.
بالنسبه للاختبار اوكي طيب ناخذ الادبي كابتيفيت للجلسه الثانيه ماشي لو رحت الادبي كابتيفيت اعطيك اياها وين موجوده بس خلاص ما تنزلوا على انا نزلوا على الاسم الكيس اخر نزلت لنا اي فيرجن اخر شوف والله في بس ملاحظه بس بسيطه مره ثانيه اخر نقطه بس معلش اخر نقطه اخر نقطه اذا سمحتوا اخر نقطه شفتوا انتم الرسائل كانت تطلع كلها بالانجليزي صح؟ يعني كم عدد الاسئله كم مش عارف ايش الرسائل هاي هاي مهمة لك العربي طالب زوم العربي هاي لكم بصير بالعربي انسرت صوره؟ لا طلع كيف تعال على البلاير تمبلت البلاير تمبلت لما تختار البلاير تمبلت اختار تكست اند ليبلز هاي تكست اند ليبلز بعطيك جدول بس بدك تشتغل شوي شو مكتوب هون لودينج شو يعني بالعربي تحميل تحميل اكتب تحميل تغير هاي مش هاي انت بتكتب بيدك شو بدك اياه اللغه اللي بدك اياها طيب بس هاي بدها وقت ومره واحده كلهم تعدلهم كلهم يعني كل هذول بالانجليزي هذول هن الرسائل اللي بيطلع لك في الرساله في الامتحان طب لو بدي اسوي اسويه بدي انا عادي بدي او والله انجليزي ومره عربي لما بتعمل امتحان ثاني بتروح بتغيرها اغيرهم كمان هن هذول اوبشن يعني انت بتغير زي ما يعني شو اللي بيحكي يعني انت الامتحان الاولاني امتحان لغه انجليزي مثلا خليني انجليزي دكتور يعني مناسب طالع انجليزي الامتحان الثاني امتحان لغه عربيه مش بتعمل نيو اكزام روح على الاوبشن هذا وغير الرسائل خليها بالعربي لا هي عملت بابليش يعني هذا التعديل مخطط على هلا بشتغل عليه يس هو شو بيقول هو شو القاعده تبعته عفوا القاعده تبعته بضلوا حافظ اخر تعديل سويتيه يعني انت سويت امتحان وصدرتي وحفظتي وروحتي لما ترجع تفتحيه مره ثانيه بضل محافظ على اخر شيء سويته بس اذا انت بدك تعمل اعمل نوعين اعمل ملفين واحد بالانجليزي واحد بالعربي بيعمل ترانسليت لكل هذول لكل هذول ما هي بقول المقصد انه يعني الكلمه ما بس لك يعني لك وانت كم مره راح تسويها هاي؟ مره هلا هي فعليا ممكن يحفظ بالنسخه العربيه ونسخه الانجليزيه انتم مش مره اعمل النسخه خليها بالانجليزي زي ما هي زي ما هي وسيف از واحده ثانيه سيف از واعمليها بالعربي واعمل كل رسالك بالعربي كم مره راح تعمليها؟ مره واحده خلص فانا بصراحه مش مشغل بالي في هاي الشغله فخليها في هون اللانجوج معموله ديفولت سلي بالله مش بس لها ديفولت صدرتي هو انجليزي يعني ما تصدر وين؟ هو مش عارف ما بيحول عربي طلع كيف هون مثلا ايش مكتوب لما هو بدك ما هو هل طلعت كلمه تحميل هناك هاي كتبها معلومات المؤلف هسه لا بتشوف يا البريد الإلكتروني المؤلف وصف المؤسسة القسم الموقع لا طب نفقد البروجكت يعني اللي ما حقد البروجكت يعني ما شغله لا بقدرش اعدل عليه اذا تصدر ما بقدر أنا قاعد بكتب أنا تمام
ان شاء الله علامة النجاح. طلع هلا كيف صار؟ شوف مش كان بالانجليزي؟ يعني صار نمطي يعني صار بالعربي يعني احنا بنسرب الاسئله بس طلع هناك عدد الاسئله كلي شيء محسوب طلع انتهي العدد يعني مثل ما بيقولوا اكتبها بالعكس عكس اكتبها بالعكس ضحك عليهم ضحك عليك ضحك عليك هي من مرة بتسويها مش صعبة يعني انت بدل ما تكتب عدد الاسئلة الكلي اكتب الكلي عدد الاسئلة الكلي عفوا الكمبيوتر اليوم عربي صح؟ غيرت عربي بكره انا انجليزي راح اغير انجليزي طب بدي بكره بعد بكره عربي بدي ارجع مثلا اغير ولا موجود لا لا انت كيف عملت فايلز؟ واحد يكون ديفولت انجليزي واحد يكون ديفولت مش عملي لا فانت بتسويها كم مرة وانس بس واحد عربي واحد انجليزي انا سأله بالعربي وانا سأله بالانجليزي لكن هاي المشكلة مثلا أنا مش منتبه إنه راح تكون مشكلة زي هيك يعني. ما دام بإمكانك تعدل عليها يعني مش قضية يعني أصلي بريفيو ليش عاملينها عشان تتأكد يعني. أيها توا. شايف رجع إنجليزي. شايف. هو طلع كيف تعمل لود محمد شوف طلع هم يعمل لك لود ها انا سيفته ماني سيفت ال هذا رجع انجليزي هسه طيب اعمل لود شايف ديفولت لانجويج رجع وانس مي بس وانس مش انه كل مره هسه خلينا نظبط هنا هذول اللي انتم بتحكوا عنهم مثلا تحميل هاي بدها شيء معلومات الملف ايش بدنا نعمل الملف معلومات البريد الالكتروني شو نكتب الالكتروني بريد المؤسسه هذا كله الالكتروني وينها ما في باللاي اوت وينها الويب سايت مش الالكتروني لا والويب سايت الموقع الالكتروني الالكتروني الموقع السر كلمه ادخل السر كلمه صحيحه غير صحيحة غير المقدمة صفحة الكلي عدد الأسئلة النهائية العلامة شو ولا تخزين
طب تاخذ بريك ربع ساعه مباشره ربع ساعه اخذ بريك نبدا بالادوبي كابتن فيلت نزلهم اياه خلنا نزلهم شو البرامج شوف هسه كيف صار يا شوامري بس انا غلطت فيها معدل النجاح علامه النجاح الوقت العلامه النهائيه صفحه المقدمه طلع هذا في بكره حد من اللي ابدا شات ستارت صار ابدا تمام ايش بتساوي تمام ايش بتساوي اوكي تمام صرنا تراك هسه انتم الخبراء في الماده بتستفيدوا منها شو بدي اتعلم ما دكتور الاسئله اللي هي املاء الفراغ كيف الطريقه مالها بدخل الاجابات صح انت قاعدين على تطبيق لا مستحيل متى بتكون جاوب مستحيل تكون انت حاط الجواب غلط هاي ثنتين او كتابه الاملاء غلط عندي فراغين اذا حاط فراغ بحسب اعتبره انت لازم تحط فراغ اذا انت في الاجابه حاط فراغ بس تحط فراغ اصعب شيء يعني مثلا كاتب كلمتين كاتب كلمتين اذا انت في الاجابه حاط فراغ لازم لما تجاوب تحط فراغ لا ما اعطانيش احمد اللي احطه لا ما بقول لك شيء انت كم فراغ واحد ان شاء الله اكثر من فراغ حاطط انت زي ما كتبت نفس الكتاب احمد فراغ واحد بس كل سؤال فراغ ان شاء الله حاط اكثر من فراغ انت نفس السؤال لا مستحيل فراغ بس هو باخذ بس على واحده نعم Thank you.
بلش نسبة هسه هلا شو ببرنامج الزكاة؟ شو لو بدك تعيد شغلها على الجهاز اللي بيطلع شغله؟ عن المعارضة هذا مو صعب يعني باخذ وقت شوي جهد من الجرعة بس هناك راح تشوف كيف أقوى التحكم فيه كثير أقوى كثير أقوى يا كما في بس كيش بس كيش ثلاثة كيف كيش بدنا نسأل كم ساعة يضبطكم على السبجية بدك تطلعي انت مع السلامة بس انت حطي لي الامتحان حطي لي الامتحان في الغرفه تبعتي وانا بجيبه خلاص تكرم تكرم دكتور مفيد اهلا اهلا طالب من الجامعه شو بدك تسال عماد اسمع اكتب لي على ورقه اسمع حط على الورقه حط على الورقه طيب حط على الورقه اعطيني تسال احد الباتر بخلص انا بقول انت عربي مفتوح هاي ما حرام تسحب هسه بتعطيها اسقاط يعني تنحسب عليك الفلوس اسقاط ما خلص سحب وظائف خلص سحب وظائف بتروح عليك فلوس اظن هيك اظن بلكن الله يعني عمل التجاوز من الشيء بعرف بس هو رسميا متابع ان شاء الله